الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سائل يقول: ما حكم من يخالط أهل البدع ويقول أنه سلفي؟ شارك في دعوتي أنصار السنة المركز العام والإصلاح وأبو عمران، وجزاكم الله خير. أهل البدع هم الذين خالفوا المسلمين في أصل من الأصول التي اتفق عليها العلماء، وهذه الأصول تعتبر من الأمور المهمة في منهج أهل السنة والجماعة. طبعا يا أخواننا، كل منهج له مراجعه، والإسلام الصحيح لما انتشرت الفرق سماه العلماء بالمنهج السلفي أو منهج أهل السنة والجماعة، وسموا كما قال الشيخ ابن عثيمين أهل السنة لأنهم ملتزمون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسموا بالجماعة لأنهم مجتمعون عليها، وكذلك يسمون بالسلفيين لأنهم ينتسبون إلى السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباعهم بإحسان. وهؤلاء السلفيون هم الإسلام كما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومأخوذ ذلك من حديث أبي هريرة ومعاوية وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق أمتي إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فمن كان متمسكا بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم بفهم أصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم فهو السلفي حقيقة. ولحفظ هذا المنهج ومن حفظ الله لهذا المنهج، أن الله عز وجل قيض له من العلماء من بيّنوا أصول هذا المنهج الذي اتفق عليه العلماء من الصحابة فمن بعده. المنهج ده عنده أصول ومعالم، تعرف بها إنك سلفي أو ما سلفي. من هذه الأصول وأهمها التوحيد والبعد من الشرك بالله سبحانه وتعالى، وهو دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كذلك الإيمان بكل أركان الإيمان، الإيمان باليوم الآخر وما فيه من المسائل المهمة كالقبر وكالميزان والصراط ووزن الأعمال والعرض إلى غير ذلك، وحوض النبي عليه الصلاة والسلام وغير ذلك من الأمور المحفوظة في منهج أهل السنة والجماعة. فهمت؟ بعد ذلك تجي لمسائل القدر، الإيمان بالقدر خيره وشره، الإيمان باليوم الآخر وما فيه، الإيمان بالرسل، الإيمان بالكتب، غير من أركان الإسلام الستة يؤمن بها الإنسان، ده من معالم منهج أهل السنة والجماعة. كذلك متابعة النبي عليه الصلاة والسلام والبعد عن البدع، ده برضو من منهج أهل السنة والجماعة، تؤمن بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في باب العقائد وفي باب العمليات. فهمت؟ تترضى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسب الصحابة، ده برضو من منهج أهل السنة والجماعة. من منهج أهل السنة والجماعة الإيمان بالأسماء والصفات، تؤمن أن الله سبحانه وتعالى على العرش استوى وعلى الملك احتوى كما قال العلماء، وتؤمن أن لله سبحانه وتعالى صفات كاليد وكالقدم وكغيرها والعينين واليدين وغيرها من الصفات الواردة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده منهج على السنة والجماعة. وفي كتب كثيرة لو داير تعرف المنهج ده قاعدة موجودة، ككتاب صحيح الإمام البخاري موجود، كتاب صحيح الإمام مسلم، سنن أبي داود، النسائي، الترمذي، فهمت؟ كتاب التوحيد
لابن خزيمة، التوحيد لابن مندى، العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي، العقيدة الواسطية، أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكاي، فهمت؟ والإبانات للإمام ابن بطة العكبري، غيرها من الكتب. منهج أهل السنة والجماعة منهج معروف ومحفوظ، ما بيقبل تجد دخل لك حاجات، لأنه الجماعة ذكرهم ديل المركز العام بيقول يسنو لمن التراب هلك شغالين. قالوا ما قدمه التراب للإسلام ما قدمه واحد، صحيح ما قدمه واحد، قدم للإسلام الإساءات، وقدم للإسلام أن يهينه أعداؤه، فهمت؟ وبقى يزول دار يطعن في الإسلام يتخذ من شبه التراب، فهمت، وأفكاره مدخل لذلك. فمنهج أهل السنة والجماعة محفوظ. من منهج أهل السنة والجماعة أن تعادي من ابتدع في الدين، لأنه يا أخواننا الزول المبتدع اللي بيجيب حاجة جديدة في الدين ده زول معارض للرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه ربنا قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فهمت؟ وربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. فإذا جاءك الكلام من النبي عليه الصلاة والسلام كما قال الله تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا شنو؟ سمعنا وأطعنا. وكل يؤخذ من قوله ويرد كما قال الإمام مالك إلا صاحب القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك أئمة الإسلام الأعلام عليهم رحمة الله، فهمت؟ طيب الزول اللي بيجيب بدعة، الإمام مالك قال من ابتدع بدعة في الإسلام وزعم أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم دينا فلن يكون اليوم دينا. وده بيبطل لك الوهمة بتاعت الصوفية بتاعت العلم اللدني، أو إنه الشيخ بيلاقي النبي صلى الله عليه وسلم يقظة لا مناما، عشان ما تقول له الكلام ده وين في البخاري، زي ما قال البرعي قال وقد رووا حديثا صح عن مختارهم من غير واسطة البخاري ومسلم. يقول لك قال رسول الله إن سوف يأتي في آخر الزمان قوم يقال لهم الصوفية فأدخل معهم في الطريق تنجو. تقول لي جبت من وين الحديث؟ في البخاري؟ لا. في مسند الإمام أحمد؟ لا. في موطأ الإمام مالك؟ لا. في السنن؟ لا. في المسانيد؟ لا. جبت من وين؟ يقول لك كنا في الحضرة. الحضرة دي عبارة عن مسرحية، بس مسرحية عشان يجوزوا بها دينهم الباطل، دخلوا للمسلمين كما سيأتيك من الكتب. اللي بيجيب بدعة أولا ما مقبول عند الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة، وهذا الحديث كما قال العلماء هو ميزان الأعمال الظاهرة، هو ميزان للأعمال الظاهرة. النبي عليه الصلاة والسلام قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، تمسك النوبة وتدقه دل 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 دل، من وين الدليل؟ ولك وأنيبوا إلى ربكم، بو دي الدليل بتاع النوبة، ده استدلال وين ده؟ طيب لو أنا أطرش ما تكون الدليل غلط ولا كيف؟ فده هوس يقوم يلخبط لك ويجيب لك شبهات وكذب وكل باطل، ما في دليل زي ده يا زول، فهمت؟ نوبة ما في الدين، ذكر زي ده ما في، ده عبارة عن أكروبات ولا حفل بتاع تخريج روضة، لكن ده الصمادي، فهمت؟ ده ما دين، نوبات وقايمين وصلوات مخترعة، صلوات صلاة التجانية، وبقت شغالة الجماعة شغالين بها، صلاة الفاتح لما أغلق، تلقى الجماعة قاعدين يوم الجمعة بعد صلاة العصر لغاية المغرب، مضيع زمنه، لو كان لعب كشتينة بحرام، لكن كان أقل له من البدعة بتاعته، والله جد لو كان جراه 50 ولا 70 ولا لعب كم كوم 6 ولا أي مصيبة زمان، دي كان أقل له من الهوس بتاعه ده. قاعد في بدعة يقرأ صلاة الفاتح لما أغلق 537 مرة لغاية ما يأذن المغرب، ويرتكب بدعة من البدع وحرام من المحرمات، فهمت؟ دي المسألة الأولى، إنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. المسألة الثانية، ده إنسان ما بيجوز
أن يتابع وأن يستمع إليه وأن يجالس وأن يسلم عليه وأن يزاوج أو أن يزوج. فهمت؟ تقطع معه ناشف. الدليل من سورة آل عمران. الناس قال إننا بنرط ونساي يا زول، ده قرآن. هسي أنا جبت لك مدايح ولا قصايد؟ جيت قلت لك جيت أزور جبله وما لقيت، ما وقفت قبله ولولح وزقله دردق ونبله وعظم الصوفة. يا زول ده شيخ ولا جامبو ده؟ فهمت؟ هو الساي شغل بتاع إرهاب، انت ما تقنعني بالدليل. شنو دردقوا ورماوا؟ ده ما موضوع يا زول. امشي الميدان بغادي، انت عارف الميدان وين؟ بغادي. مشي بغادي، امشي دردقوا وانبلوا وخلي يدوك الميداليه الفضيه. لكن دي هنا محل بتاع ايات وادله، وانت لو مصارع ده ما محل مصارعه، ده محل ادله. فهمت؟ عشان كده كل ما واحد يجي يخش ويتورط بيبقى فضيحه. ناس بيشوفوك في رومانيا وناس بيشوفوك في المكسيك، ويمكن يكون صامولي تزاته بيشاهد ويضحك فيك. انت بتتورث ساعه، انت في زول قال لك تخش هنا؟ انت بليد؟ انت ما عارف هنا ربنا في القران مش قال ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه؟ وربنا قال ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. اوعك تتورط. ونحن انت غاق غير المايك ده، انت غاق شغلتنا شنو؟ شغلتنا نفضحك. وده برضو من عقوبه المبتدع كما قال العلماء، انه ما عنده غيبه وانه يفضح وأن يبين عواره. ده من منهج السلف. وكان يمدح أهل السنة والجماعة بزجرهم للمبتدع. ده منهج إنه زول المبتدع كان أهل السنة والجماعة لما يزجروه بيمدحهم. فهمت؟ لما تجي تلقى واحد مبتدع تنهره، كما قال ابن عباس لما جاءه تلميذ ابن عباس قال له تكلم في القدر؟ قال له في ناس يتكلموا في القدر. قال وقد فعلوها؟ قال نعم. قال لئن أريتني أحدهم لأطعنن بأصبعي في عينيه. قال لي بقد له عينه ذاته. فهمت؟ ده للسلف، وده المنهج بتاع السلف. فما بيجوز للإنسان يخالط أهل البدع. واستدل العلماء بقصة كعب ابن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه، الصحابي معه اثنين من أهل بدر رضي الله عنهم أجمعين تاب الله عليهم في غزوة تبوك، تخلفوا عن النبي عليه الصلاة والسلام فهجرهم 50 ليلة ما بيسلم عليهم، والصحابة ما بيسلموا عليهم ولا بيتكلموا معهم. قال فآتي إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وأسارقه النظر، فأقول لعله حرك شفتيه برد السلام علي. قال فلا أسمع شيئا. قال حتى تسورت حائط أبي قتادة. الحائط يعني البستان والحديقة. قال وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، فقلت أتعلمني أحب الله ورسوله؟ قال فسكت. فقلت أنشدك بالله، أحلفك بالله، أتعلمني أحب الله ورسوله؟ قال فسكت. قال فنشدته الثالثة فقال الله ورسوله أعلم. قال فوليت وأنا أبكي. شوف الكلام ده كيف. ده الصحابة رضي الله عنهم، وما جابوا بدعة من البدع ولا جابوا شرك من الشركيات الموجودة في كتب الصوفية. أما الآن أنصار السنة يقول لك ما بسموهم أهل البدع ذاته، يقول لك هؤلاء المخالفين. طبعا ده اسم دلع، بدل يقول المبتدع اللفظة الشرعية يقول لك ده من المخالفين. المخالفين ده شنو يعني؟ عندهم رغم وطني ولا كيف؟ المخالف ده زول مبتدع وممكن يكون كافر، فديل ما بيجوز تمشي معاهم ولا مع غيرهم من أهل الأهواء. واحد من السلف كما نقل الشيخ خالد الظفيري، واحد من السلف لما حضرته الوفاء بقى يبكي. قال له بتبكي ليه؟ قال والله انا ما خايف من الذنوب، لكن كان في واحد مبتدع سلمت عليه. فهمت؟ ده الشغل بتاع السلف. والله الشغل بتاع السلف شغل عجيب. عشان كده المنهج ده مش عادل. احنا دارين السلفيين يكونوا ناس عزيزين بدينهم. اوعد صوفي تلقاه عزيز بالعقيده الشركيه بتاعته والكفريه، يقول لك الشيخ بيعلم الغيب والشيخ بيخلق والشيخ بيدي الجنة والشيخ بيطير والشيخ بيرق، وعزيز بعقيدته الباطلة. وانت انسان سلفي ومسلم، ربنا سبحانه وتعالى كرمك بعقيدة لا تتعلق بأحد إلا بالله. تخاف تلاوز عشان كده تكون عزيز بعقيدتك. تبين العقيدة للناس. طيب السؤال الأول، أرجو أن تشرحوا لنا حديث زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمي فاستأذن ربه بالدعاء لها فلم يأذن له إلى نهاية الحديث. نعم، الحديث في صحيح الإمام مسلم في كتاب الجنائز.
النبي عليه الصلاة والسلام قال: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبر أمي فأذن لي. فهمت؟ الإمام النووي رحمه الله قال: ويستفاد من الحديث أنه لا يجوز أن يستغفر المسلم للمشركين. والكلام ده قاله الرسول، لأنه بيجوك الصوفية يقول لك: ليه كفرتوا أبوين الرسول؟ لا ده المانع، احنا ده النبي عليه الصلاة والسلام. عندك مشكلة شيل فرارك وشوف الإمام النووي مدفون وين، شيل فرارك وامشي يتفاهم مع النووي ويتفاهم مع الإمام مسلم القشيري النيسابوري. تعرف نيسابور وين؟ يا ما بتعرف الله يهديك، ما تكوريك ساي. فهمت؟ وده فيه فائدة يا أخواننا، إنه إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يملك لأبويه نفعا ولا ضرا، فكيف يملك لغيره؟ أنا أديك عجائب من كتاب التجانية. كده تعال ثبت المايك ده. من كتب التجانية، مش النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاستأذنت أن أستغفر، استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي. تعال شوف هنا الكلام بتاع التجانية، فهمت؟ قال الفضائل بتاعت التجانية، بعد ذاك بجيك لفضائل التجاني، فضائل التجانية لمن صار تجانيا. قال أن سيد الوجود صلى الله عليه وسلم ضمن لنا أن من سبنا وداوم على ذلك ولم يتب لا يموت إلا كافرا. سبيت التجانية يا أخوانا المسلمين قد يسب بعضهم بعضا وما بتكون كافر، والأولياء قد يسب بعضهم بعضا. الإمام مالك سب واحد من العلماء قال: دجال من الدجاجلة، والعلماء قالوا جمع دجال على دجاجلة ما عرف إلا من الإمام مالك. وما أفضل قال الإمام مالك كافر ولا ذاك كافر، كلهم علماء وكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وقد يجري بين المسلمين ما يجري، وفي النهاية ربنا سبحانه وتعالى يجمع بيناتهم ويغفر لهم بالحسنات، عذاب القبر أو بالقنطرة والتصافي فهمت قبل دخول الجنة إلى آخر. لكن ده قال لك لو سبيت التجانية بتكفر، عشان لما تقرأ الكتب دي تسلم طوالي، احنا ما بنسلم بنسبه. طيب والله ربنا سبحانه وتعالى قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. انت لو مشرك ربنا سبحانه وتعالى ما بثبتك، لكن اذا انت موحد ربنا بثبتك، مش تبقى تجاني ولا ما تبقى تجاني. قال: وايضا ان من اخذ وردنا وسمع ما فيه من دخول الجنة بلا حساب ولا عقاب، وانه لا تضره معصية الى اخر. طيب الثانية ان يخفف الله عنهم سكرات الموت. قال لو بقيت تجاني سكرات الموت بتتخفف عنك. الثالثة أنهم لا يرون في قبورهم إلا ما يسرهم، ما لهم بيجيبوا إيه ولا شنو. طيب قال الرابعة أن يؤمنهم الله تعالى من جميع أنواع عذابي وتخويفي وجميع الشرور من الموت إلى الاستقرار في الجنة. الخامسة أن يغفر الله جميع ذنوبهم. بس بقيت تجاني، بس لا تصلي لا تصوم، بس تبقى تجاني وشايل جوهرة الكمال وشايل صلاة الفاتح وغيرها من الأوراد المبتدعة، بس بتحصل لك هذه الفضائل. قال والخامسة أو السادسة أن يؤدي الله تعالى جميع تبعاتهم ومظالمهم من خزائن فضله لا من حسناتهم. يعني أنت تسوي يا الشينة وربنا بيديك من خزائنه ما من الحساب، يا زول أنت مستابل ولا شنو؟ شوف الإجرام ده كيف. قال السابعة أن لا يحاسبهم الله تعالى ولا يناقشهم ولا يسألهم عن القليل والكثير يوم القيامة. يعني حديث النبي عليه الصلاة والسلام عن 70,000 لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون على ربهم يتوكلون، الحديث ده فشنك. اللي بيشتغل شنو؟ أن يصيروا تجانيين كده شنو؟ لا يحاسب ولا وده كله لعب بالشريعة. طيب الثامنة أن يظلهم الله تعالى في ظل عرشه يوم القيامة. وفي موضع تاني قال بيكون عندهم محل براو في العرش، حتى تحت العرش بيكونوا قاعدين في محل براو. والله في حاجز ولا شنو؟ طيب قال التاسعة أن يجيزهم الله تعالى على الصراط أسرع من طرفة عين على كواهل الملائكة. الملائكة بيشيل التجانية بيجاي وبتمرق بهم طوالي، أسي ده شنو داسي؟ شوف الكذب على الله سبحانه وتعالى. فضائل أحمد التجاني صفحة 100
ده المدح البرعي. وقال سيدي ابو العباس بناديه، سيدي ساكن فاس بناديه. قال واما فضل الشيخ رضي الله عنه وارضاه وعنا به، وخليه يمرق رقبته، خليك من عنا به، فهو اشهر من شمس الظهيره. واضح؟ قال لك قال شيخنا وسيدنا ووسيلتنا الى ربنا. ده الشرك. انت اذا مت على العقيده دي ما عندك اي اعمال صالحه. التجاني الحسن الاخر قال اخبرني سيد الوجود باني انا القطب المكتوم. القطب، انت عارف القطب ده معناه شنو؟ القطب ده معناه عند الصوفيه اللي بيتصرف في الكون، ده القطب. عشان كده قال لك اقطاب الارض في الجبل الاربعه. كويس؟ قال انا القطب المكتوم منه الي مشافهه يقظه لا مناما. قال عديل كده الرسول صلى الله عليه وسلم جاني ما في النوم، عديل. قال فقيل له وما معنى المكتوم؟ قالوا له انت القطب المكتوم. المكتوم معناه شنو؟ قال فقال هو الذي كتمه الله عن جميع خلقه حتى الملائكه والنبيين الا سيد الوجود صلى الله عليه وسلم. يعني احمد التجاني بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وقبل اولي العزم الخمسه من الرسل وقبل الانبياء والمرسلين كلهم وقبل ابو بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي والصحابه رضي الله عنهم اجمعين احمد التجاني قاعد. وده تكذيب للقران، ها، وتكذيب للسنه. ربنا قال الله يصطفي من الملائكه رسلا ومن الناس. فهمت؟ فالطرق الصوفيه هي دعوه الى الشرك بالله سبحانه وتعالى، ودعوه الى الضلال. ونحن ما زلنا ونصر على ان ندعو جميع هذه الطرق والطوائف الى المناظره والى الاحتكام الى كتاب الله عز وجل والى سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المجامع وفي التلفزيونات وفي الراديوهات وفي المجامع المشهوره. نعمل مناظرات قدام الناس، نجيب الكتب، قل تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون. دايرين الازيرك، دايرين الخنجر، فهمت؟ دايرين احمد داود، دايرين حامد بابكر، دايرين الياقوت، دايرين الخنجر، كلهم دايرينهم في مناظرات. كلكم اقعدوا كده في دكه الاحتياطي وتعالوا واحد واحد باذن الله سبحانه وتعالى عشان الشعب السوداني يعرف الحقيقه. كثير من الناس بعد المناظره الفاتت التي لجنا فيها شيخ الويرلد سيتي، فهمت؟ بعد ان انتهى كثير من الناس بقوا يسالوا من الحلقه والمحل ده وين والصلعه اللي انكشفت دي وين. الناس بقت تعرف الحق، فهمت؟ فنحن دارين دعوه لكل هؤلاء الناس، ودي دعوه لكل القنوات. ما اعرف ليك سودان 24، سودان 28، سودان 43 تحت الصفر، كله بنشتغل معك مناظرات مباشر، بنديك قروشك. انت طبعا دار تاكل حسين خوجلي، دار لك جضم ثالث برضه بنديك حقك، لكن افتح لنا الاعلام نكشف الحق للناس. اقدم اخونا ابو بكر فليتقدم مجزيا مشكور. وصية القحطاني. بالله قولوا كلما انشدتم رحم الاله صداك يا قحطاني.